شكرا للزميل محمد سعيد، واهلا بكم في الفقره الحواريه الثانيه. ويسعدنا في هذه الفقره ان نلتقي بالمؤرخ والكاتب الكبير الاستاذ سعيد وهبه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك، شكرا، شرفنا ونورنا في قناه الاهلي. اشكرك، ربنا يخليك. عندنا في هذه الفقره عندنا هنقسمها لثلاث حاجات. طبعا لا حدث طبعا يعلو او لا صوت يعلو على مباراه سان داونز القادمه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه. طبعا استعرضتم مع زميل العزيز محمد سعيد آخر الأخبار والكواليس من داخل فندق الإقامة. هنتكلم طبعا على توقعاتنا وعلى توقعات الأستاذ سعيد وهبة حول هذه المباراة ورؤيته للمباراة السابقة وكيف يرى المباراة القادمة. كيف ترى المباراة القادمة الأستاذ سعيد؟ يعني الناس كلها خايفة الحال، يعني في تخوف، لانها طبعا يعني مباراه حاسمه وعلى ملعب الاخر، يعني على يعني بعيد عن ملعبنا. فالناس دايما بتخاف من الماتشات دي، لكن انا متفائل جدا وعندي اسبابي. ان يعني انت وراك تاريخ كبير جدا، ودي مساله مهمه جدا، واثنين بكره هيوافق مرور 19 سنه على يوم ما كسب الاهلي البطولة الثالثة. كان قدام صن داونز 2001 كان أول واحد. كان أول بالظبط كده أول بطولة المانويل جوزيه. صحيح، كنا هناك تعادلنا 1-1. صحيح، واللي جاب الجون كان الكابتن سيد عبد الحفيظ، فهو موجود هناك دلوقتي. صحيح صحيح. فالماتش ده ليه ذكريات، يعني الماتشات مهمة جدا. هنا كسبنا أعتقد 3-0. 3-1 3-1 على ما اتذكر 3-1. 3-1 وايوه بالظبط. وكان الثلاثه كان هاتريك ل خالد بيبو. صحيح، خالد بيبو. هذه المباراه الهامه في تاريخه والمباراه السته الشهيره. مهمه جدا بالظبط كده. يعني هو الماتش اللي هناك كان ماتش سيد عبد الحفيظ ده بتاع خالد بيبو، بكره ذكرى الماتش ده 19 سنه. دي مسائل مهمه جدا نفسيا، يعني انت هم بيلعبوا اكبر فريق في افريقيا، 8 بطولات، تاريخ كبير. الاهلي 1907، هم 1970. صحيح، تاسسوا 1900، يعني في فرق يعني 64 سنه بينك وبينهم. هم الدوري بادي عندهم متاخر جدا 96، انت 48، وقبليها كاس مصر 22، وقبليها يعني ايه. صحيح، انت داخل وراك تاريخ كبير جدا. ودي مساله طبعا مش التاريخ كل حاجه، لكن بيلقي فراعه المنافس بتاعك دايما. انت فريق كبير وكونك تتغلب عليه فده شرف كبير، بس كونك تنهزم منه فما فيش مشكله، يعني ما هيش مشكله كبيره. المشكله انك يعني تخسر من فريق ملوش سمعه او صغير. اثنين، متفائل لان فريق صن داونز بيلعب كره نظيفه، هجوميه مفتوحه نظيفه. نظيفه، يعني ما فيهاش عنف، ما فيهاش يعني مشاكلهم قليله قياسا بفرق اخرى او انديه اخرى، يعني ممكن تعمل لك مشاكل، اضاعه وقت كتير، يلعبوا على الاجسام. يعني فهنا برضو الاهلي من الفرق اللي بتلعب او الانديه اللي بتلعب كره نظيفه، وده معروف ده من زمان يعني. فده مديني تفاعل. ثلاثه، انت ليدنج 2-0، فانت عامل عليه ضغط. هو اللي نازل مضغوط مش انت. اتنين، نازل خايف من ايه؟ خايف يجي فيه جون. جه فيه جون اتعملت مشكله، وبالتالي كل هجمه على صن داونز هتربك الدفاع، هيحطوا ايديهم على قلبهم. عشان كده انا شايف ان سيناريو الماتش، او اتمنى ان يكون ده اللي بيفكر فيه فايلر، ان السيناريو ينزل زي ما كان جوزيه بيعمل، اغامر وكره مغامره، كره مخاطره كبرى. اذا ما غامرتش ما ينفعش ابقى بطل. طب اسمح لي نروح لجنوب افريقيا مع سفيرنا هناك سيد السفير شريف عيسى ونساله على النهارده كان الاجتماع الامني للمباراه. اولا مساء الخير. مساء الخير محمد بيك، اهلا بيك. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك محمد بيه، وتحياتي سعيد بيه كتير. انا استاذ سفير، مساء الخير يا فندم، تحياتي ليك. اهلا وسهلا، اشكرك على تواجدك معانا. والنهارده كان الاجتماع الامني والتنسيقي للمباراه، لو تكلمنا عنه واتكلمنا كمان اكتر على هذا الاستعداد والحفاوه اللي قوبل بيها فريق النادي الاهلي.
يا اهلا بحضرتك يا فندم، ويشرفنا دايما وجودنا على قناه الاهلي. انا بس عايز اوضح حاجه كابتن محمد، ان الاجتماع الامني النهارده كان خاص بترتيبات امنيه للجلوس للجمهور، تمام، لترتيبات الامنيه اللي هتتعقد ان شاء الله يوم الجمعه، تمام، دور كابتن سمير عدلي طبعا وباقي اعضاء الفريق الفني الاهلي. ولكن النهارده احنا كنا كسفاره هناك على الاستاد كاملا ونامن الجمهور المصري هيقعد فين، وبالفعل حددنا له مكان مناسب جدا، يعني هو على طول يعلو المقصوره اللي هيقعد فيها رجال الامن كلهم، بحيث انه يبقى الجمهور المصري اللي هيتواجد ان شاء الله مؤمن تماما وفي يعني سيف وامن في مكانه. مفيش اي حاجه ممكن تهدد الامن غير ان احنا بناخد اجراءات احترازيه على عدد الجمهور. يا معالي السفير، هل حدد للنادي الاهلي عدد الجمهور او عدد التذاكر لجماهير النادي الاهلي؟ احنا بنتكلم في حدود 200 يا كابتن محمد. دي من الجاليه اللي موجوده في جنوب افريقيا. الجاليه في فيكتوريا يعني محمد قليله شويه يعني كتير، ولكن في حرص شديد ان يبقى موجودين يعني السفاره باعضاء المكاتب الفنيه ببعض الجمهور اللي مصطفوا. لكن صدقني هي الفكره مش بالعدد، هي الفكره بالروح اللي هتبقى موجوده. صحيح. هنبثها ان شاء الله في تشجيعنا للفريق ان شاء الله يعني. تواجد الكابتن محمود الخطيب على راس البعثه هل بيعطي ميزه اضافيه للنادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي؟ لا يا فندم، ميزه اضافيه دي كلمه يعني بسيطه جدا، بيدي زخم غير عادي للفريق لا تتخيل. وحضرتك اكيد عارف الكابتن محمود نشاطه عامل ازاي وتواجده وشخصيته وادارته للفريق، ادارته للمجموعه اللي موجوده معاه. يعني بصراحه انا يعني كنت منبهر بهذا التواجد وهذا الالتزام اللي موجود في اللعيبه والجهاز الاداري، بمجرد ان كابتن محمود موجود ومتواجد، وهو متواجد بصفه مستمره مع الفريق في كل مكان يروح الفريق. يعني النهارده انا شفت كابتن محمود مرتين، شفته وهو يلتقي بيهم صباحا، وشفته وهو معاهم في الملعب رايحين ملعب التدريب علشان التدريبات اللي بعد الظهر معاهم. صحيح. يعني زي ما حضرتك اتفضلت وقلت بالظبط يا كابتن محمد، وجود الكابتن محمود الخطيب يعني بصراحه يعني مدي دفعه قويه جدا للفريق، ودائما النادي الاهلي عودنا على الالتزام والانضباط، فده شيء مش غريب على النادي الاهلي ابدا. سواء كان وجود الكابتن محمود او كابتن مرتجي او الدرندلي، كلهم حقيقي على قامات عاليه. صحيح. توقعاتك انت بقى للمباراه، لو تحب تكلمنا على المباراه، توقعاتك للمباراه بعد الهزيمه في المباراه الاولى لصن داونز، توقعاتك للمباراه الثانيه. احنا لازم يعني نتفائل بشده ان اداء النادي الاهلي كان اداء قوي جدا في المباراه الاولانيه. انا ان شاء الله ويا رب يعني يصدق توقعاتنا كابتن محمد ان احنا الاهلي ان شاء الله هيفوز ان شاء الله. اشكرك جدا معالي السفير شريف عيسى، سفير مصر في دوله جنوب افريقيا. كنا بنتكلم على المباراه الثانيه صن داونز، سيناريو صحيح وسيناريو وعدت مهمين جدا في انه النادي الاهلي يتغلب. من ضمن هذه الاسباب النفسيه ان هم نازلين مضغوطين نفسيا بالظبط، هل هذا هو السبب في انه لعيبه النادي الاهلي كانوا نازلين الشوط الاول؟ التباين في الاداء ما بين الشوط الاول والشوط الثاني هو ده كان سبب الضغط النفسي من المباراه السابقه للعام الماضي؟ يعني اعتقد الاهلي كان تجاوزها، بس الى حد ما يعني ما تقدرش تحصرها في سبب واحد. يعني في اسباب كتير، في اثنين ثلاثه لعيبه ما كانوش في المستوى، اوت اوف فورم، مش اوت اوف فورم، المباراه اللي فاتت، الماتش اللي فات يعني اللي هي الخماسيه. انا بتكلم الشوط الاولاني تحديدا، هل ده كان فيه تاثير وعامل نفسي على الفريق عشان كده الشوط الاولاني كان فيه تباين والشوط الثاني كان افضل جدا للنادي الاهلي؟ انت عايز يعني هم عايزين يردوا اعتبارهم، ودي بتبقى في الـ يعني في العقل الباطن عند اللعيبه ان هو لا عايز يرد اعتباره، فممكن يتسرع في الشوط، يتسرع. صحيح. في التسرع ده يعني بيخرجوا شويه، بيطلعوا من تركيزه شويه، بمرور الوقت بيبتدي المساله بتتغير. اثنين يعني هو برضو التغييرات اللي عملها فايلر يعني فرقت كتير، وكان هو اتاخر شويه الحقيقه، كان لازم من بدري. ثلاثه ما كان في بعض اللعيبه او تحديدا كان يعني قفشه خارج تركيزه شويه، مش هو ده قفشه. كان في حسين برضو مش هو ده مستواه. يبدو ان في حاجه حسين شحات فيبدو ان في حاجه
يعني شغلاهم غير حسين وقفشه. حسين وقفشه ودول مهمين جدا جدا يعني كويس قوي ان احنا عملنا النتيجه دي وهم عندنا اثنين مهمين قوي بره مستواهم. وفايلر عنده مشكله في يعني في برضه في التغيير لان في عنده اصابات كتير فانت بتواجه ظروف صعبه شويه ربما ده يكون لكن على الشوط الثاني او مع بدايات الشوط الثاني ابتدوا يحسوا برضه مسؤولية اكبر ان لازم يعني لازم تعمل حاجه يعني لازم تسجل هنا في القاهره يعني. فالحمد لله ان هم ان جبنا الجونين كان ممكن نجيب اكتر لو في تركيز يعني احنا محتاجين هو اللاعب المصري بشكل عام محتاج حكايه التركيز دي في الكره المصريه بشكل عام. اللعيب بيبقى محاصر او محاط بمشاكل كثيره جدا يعني مفيش داعي نقولها لكن في الانديه المتقدمه او في اوروبا او كده بيهتموا جدا بحته الذهنيه المينتاليتي صحيح فانديه يعني كثيره جدا بتعين متخصصين في الطب النفسي وعلم النفس وكده بحيث ان ما يحسوا ان في لاعب شويه عنده شويه مشاكل من النوع ده بتتحل وبيحاول يعني بيحاولوا يفلتروا دماغه بشكل كبير صحيح بحيث ان يخلي تركيزه بالكامل جوه الملعب مش بره الملعب جوه بالظبط كده لان الكره النهارده ما هيش برجلين بس لا هي بالدماغ يعني كلما كانت الدماغ او العقل او الدماغ فاضي يعني او صافيه للكره بس كلما كان اداؤه كويس في الملعب كلما كان تركيزه كويس بيبقى الرياكشن بتاعه سريع سرعه يعني تصرفاته او قراراته في الملعب بتبقى سليمه لحد كبير لكن لو ده نازل الملعب ومحمل بمشاكل فتركيزه بيقل وبالتالي اداؤه بيقل وبالتالي قراراته تصرفاته قراراته يعني التمرير الشوتينج الحاجات دي كلها ما بتبقاش سليمه فانا شايف ان اعتقد ان المشكله دي يعني كانت باينه قوي في قفشه وكانت باينه في حسين الاثنين قبل الاثنين يعني الاثنين لعيبه كويسين جدا والاثنين قبل كمان ما يجوا النادي الاهلي مستواهم هايل وبعد ما جم لعبوا بعض الماتشات مستوى هايل لكن في تباين وتذبذب في الاداء حضرتك قلت ان هم قد يكون بعض المؤثرات الخارجيه طب انا هسالك سؤال تاني هل انه النادي الاهلي وهو بيكون او معظم اللاعبين عندنا ما شاء الله احمد فتحي شخصيه البطل موجوده في وشخصيه النادي الاهلي موجوده فيه علي معلول موجوده بالفطره اجايد تحس انها موجوده ديانج موجوده لكن في بعض اللاعبين محتاجين بعض الوقت عشان يكتسبوا شخصيه البطل جوه افريقيا لان هم يبقى عندهم المهاره هل هم محتاجين بس بعض الوقت او محتاجين الفوز ببطوله افريقيا عشان من يبتدوا يعلو انت ده سؤال ملاحظه ذكيه جدا وسؤال مهم جدا انت مش كل اللعيبه زي بعض خلي بالك التكوين النفسي لكل اللعيبه ما بيبقاش على مسطره واحده ليه جايين من اماكن متفاوته اماكن متفاوته ثقافات متفاوته تجارب متفاوته يعني في ناس اتعرضوا لتجارب سيئه في الطفوله مثلا فبتلاقيه مهزوز شويه بتلاقيه سقط بنفسه قليله شويه في تعرضوا لتجارب ايجابيه يعني في التربيه او كده في البيت في الاسره في بيتعرضوا لعنف لتقريع شديد لكلام من ده الحقيقه ده عيب مش في لعيبه الاهلي لا يعني في الشخصيه المصريه بشكل عام في قدر كبير جدا من يعني من سوء مش عايز اقول القهر المعنوي القهر النفسي في الطفوله الحرص الابوين على ان هو يبقى يتفوق وكلام من ده وكخه وعيب والضرب وكلام ده كل ده انتهى من 300 سنه في الدور المتقدمه يعني متحضره ما فيش حكايه الضرب ما فيش يعني في وسائل اخرى لكن دي من الامراض الاجتماعيه الكبيره جدا اللي بتنعكس على عليك انت على لعيب الكوره لما يواجه بقى تجربه كبيره جدا وجمهور كبير ضغوط. جدا انت بتشوف مثلا في اوروبا او في المانيا المانيا تحديدا يعني الفريق الالماني او المنتخبات الاوروبيه او كده يقعد يكافح لاخر لحظه وعنده ثقه بنفسه شديده جدا ودي مساله مهمه ثقته بنفسه فبتخليه تركيزه عالي جدا وعنده امل لغايه اخر لحظه ربما النادي الاهلي هو بس الاستثناء هنا في من يعني انه الدقيقه يعني بلس 90 فوق 90 عنده امل لاخر لحظه بس الاهلي جزء من كل والمشاكل والعيوب دي اللي موجوده في الكره
الكره المصريه؟ في الشخصيه شخصيه الشخصيه المصريه عموما في التكوين الرياضي. التكوين النفسي والتكوين الرياضي وكده. فده بينعكس، فبتبص تلاقي اللعيب بيتاثر بسرعه جدا، بيتاثر السوشيال ميديا، بيتاثر بحد قال له كلمه، بيتاثر مش عارف ايه. لكن مثلا في الغرب المتقدم لا، عندهم سابقنا كتير جدا في حكايه التربيه وفي حكايه انه بيطلع عنده ثقه بنفسه كده، ما بتاثرش قوي بالكلام الكتير، ما بتاثرش السوشيال ميديا، ما بتاثرش مش كلمه كي بيجيب كله، لا ثقه بنفسه شديد. دي مهمه جدا في في الشخصيه. انت لما بتكلم دلوقتي عن شخصيه الاهلي، الاهلي حاجه استثنائيه بقى في الحته دي. الاهلي بيكون شخصيه للاعيب، بس اللي بيجي من بره بيحتاج وقت عشان انت عايز تقول لي ان الشخصيه بتتكون من المؤثرات الاجتماعيه اللي موجوده في المجتمع من وهو صغير. بالظبط كده، بتظهر وبيتضغط عليها، ولما تواجه بقى حاجه بحجم ضغوط النادي الاهلي وحجم الاسم اللي هيلعب فيه، فهو بالتالي بقى محتاج ان هو تقعد صنفر ده صنفر ده طالما انت جايبه بره، فانت محتاج وقت طويل. بالظبط، برافو عليك. هي دي، لذلك في لعيبه كتيره جدا جم وكانوا مواهب عاليه جدا بس موهوب في نادي يعني مش كبير زي النادي الاهلي. لما يجي النادي الاهلي ياخد وقت كبير جدا عبال ما يتاقلم، او ممكن ما او لا يتاقلم او لا يتاقلم اصلا. وحصلت كتير يعني، حصلت مع لامعي في الستينات، وده كان قصه كبيره جدا ودخل فيها السياسه والمشير وبتاعه. كان لعيب كبير جدا، كان لعيب كبير، كان في المنصوره، كان هداف المنصوره، ما يلعب مع الاهلي يجيب جوان في الاهلي، يلعب مع الزمالك جوان في، وحصل خناقه عليه بين الاهلي والزمالك، خناقه كبيره جدا يعني، ودخل فيها مراكز قوه في الناديين. كان المشير عامر في الزمالك والاهلي برضو كان ليه يعني، فين وحديثا وفين حصل كتير جدا. وكان هو عايز يلعب في الاهلي يعني، لكن كل الاهلي ولا عمل اي حاجه. صدمه بتاع التكوين هو النفسي او التكوين الشخصي اللي احنا بنقول عليه، البناء النفسي اللي ما استحملش جمهور الاهلي، ما استحملش انت زي ما تكون واحد عضلاته تشيل 20 كيلو فبتشيله 50 كيلو او 60 كيلو. النفسيه نفس الشيء، في اللي تكوين نفسه قوي وكويس وكده، لا ممكن ينزل يلعب قدام جمهور ويتعود عليه بسرعه وكده. وفي ناس ما تستحملش ده، ما تستحملش لوم الجمهور، ما تستحملش عتاب الجمهور. لا، انت بتلعب في نادي كبير، فاذا لابد يكون جزء من الضريبه دي، او لازم تتحمل نقد، تتحمل نقد الجمهور نفسه، تتحمل حتى غضب الجمهور منك حتى لو الجمهور مش على حق. فالجمهور دايما بيمثل يعني، ممكن يبقى حافز ودافع ويدي بوش وكده، ممكن يحبط لو لعيب نفسيته او تكون نفسي يعني طاري شويه. طيب انت بتقول لي كده، يبقى انا لازم بالاساس يكون موجود في كل فريق، وطبعا من الاهلي انا ناديت بالحكايه دي، يكون في اخصائي نفسي لتعديل السلوك، لانه ازاي وهو بيقابل هذه الضغوط ازاي يتعامل معاها، وازاي ابقى عارف ان انا مش هتقدر تاخد الطاقه القصوى من هذا اللاعب في هذا التوقيت، فبالتالي تقريري تبقى للمدير الفني والاداره ان انا محتاج معاه 6 شهور عشان سلوكه يتعدل، لانه وقت ما ينزل مع الضغوط دي مش هيقدر يديك، فانا بالتالي انا عندي طاقه كويسه لكنها مهدره جوه الفريق. بالظبط كده، فنيا مستواه بينزل. ولما بتقول طاقه كويسه، ناخد مثلا على سبيل المثال حد زي كهربا مثلا يعني، كهربا لعيب كويس جدا جدا ومكسب كبير قوي الاهلي، لكن حجم الضغوط اللي تعرض لها في الفتره اللي فاتت دي كبير جدا جدا، ممكن يربك اي حد اي لاعب، وممكن يطلعه عن تركيزه، خاصه ان في جمهور المنافس بتاعك كله ضده ففي ضغط كبير جدا. لذلك مساله مهمه جدا جدا، وانا قلت الكلام ده هنا اكتر من مره، ان احنا محتاجين اخصائيين نفسيين على اعلى مستوى، مش لمجرد ان هو حد يعني خريج علم نفس او طب نفسي او كلام من، لا انت خبراء، لان انت اللعيب ده بيمثل ثروه بالنسبه لك، ده مشروع او ده قيمه اقتصاديه كبيره. طب تحديدا انت قلت كهربا، كهربا تعرض لضغوط، وهو عارف احنا كلنا عارفين في الوسط كله انه داخل عليه عبء شديد جدا لو نزل، انه تعليمات بايذاء هذا اللاعب بشكل او ما، ايذاء نفسي وايذاء بدني وايذاء حتى سب وقصف جوه الملعب، وشفناه وظهرت حتى من الشاشه ولم يعاقب هذا اللاعب. مش دي نقطتنا يعني. نقطتنا ان انا مهما يكن هقول لهذا اللاعب خد بالك مالكش دعوه بالضغوط، خد بالك ما تعبرش، هل هذا الكلام يفي بالغرض؟
ولا احنا محتاجين حد متخصص؟ لا محتاجين حد متخصص، لان حكايه لا ما تعملش يعني ما تهتمش مش كافيه. لا لازم حوار، متخصص بيعمل معاه حوار فبيقنعه بان هو يغير او ان هو هيستحمل ازاي، يديله ثقه بنفسه في طريقه معينه. ده منهج، ده شغل يعني منهج علمي، شغل يعني طبعاً علمي طبعاً يعني. وانا اقول لك حاجه، نادي ريفر بليت في الارجنتين، طبعا انت عارف ده من اكبر انديه الارجنتين، وده اللي طلع منه مارادونا وكده، في وقت من الاوقات قعد 3 4 سنين نتائج وحشه جدا. فجابوا واحده خبيره طب نفسي على مستوى عالي جدا، دكتوره يعني، ومارسوا تجربه جديده جدا، لان هي يعني عاشت مع الفريق، عاشت مع يعني المدرب في الملعب وهي مع المدرب، بتنزل معاه الملعب وخارجه من الملعب وكده. فنتائج الفريق اتغيرت 180 درجه. هي نفسها قالت، وانا قريت بحث هي عاملاه عن الحكايه دي، بتقول ان لعيب الكوره، لاعب الكوره يعني، بيتعرض لضغوط غير عاديه، غير اي حد تاني، او غير حتى اي لعبه تانية، يعني اي نجم في اي لعبه تانية، حتى غير نجم السينما، غير نجم النجوم بشكل عام، يعني اندر سبوت بيبقى عليهم ضغط يعني واندر بريشر. فهو فبتقول لاعب الكوره بقى قد نجم السينما وقد الحاجات دي 10 مرات، لانه بيواجه الجمهور، ده مش ممثل بيواجه الجمهور في مسرح، بيواجه 200 واحد في المسرح، صحيح. او بيواجه 1000 واحد او 2000 واحد، لا بيواجه 50 و60 ألف. فدي مساله عبء نفسي كبير. اتنين، فبيتحمل مسؤوليه كبيره جدا قدام ناديه وقدام مدربه وقدام جماهيره، لو اخفق كل ده بيدور في ذهنه، انت محتاج تفرغ ذهنه، محتاج يعني محتاج تمتص كل ده. ده ليه برامج معينه ما بيتمش كده. حكايه زمان يعني قبل ما اتطور الطب النفسي الرياضي وكده، كان في الثلاثينات والعشرينات والاربعينات من القرن الماضي، كان الناس واخداها حسب خبره كل مدرب. صحيح. مدرب فاهم نفسيه اللعيبه فممكن يطوره، ممكن يقول خلي بالك بالك. مدرب ما يعرفش حاجه فممكن يعمل كوارث. لكن النهارده النادي الاهلي ليدر، النادي الاهلي قائد في الحاجات دي، النادي الاهلي يعني متقدم، هو القاطرة بتجر الرياضة، وبالتالي اهتمام بالطب النفسي أو بأخصائي نفسي على مستوى عالي، دي مسألة مهمة جدا بالنسبة للكورة. زي الاهتمام برضو، أنا قلت ناديت من هنا قبل كده، الاهتمام بالطب الرياضي، يعني مسألة ما يعني محتاجين نكرس حكاية الطب الرياضي هنا، عشان الإصابات الكتيرة دي محتاجين نجس الأرض، الملعب أرض استاد التتش، هل هي سليمه ولا لا؟ وانا قلت تجربه قبل كده تشيلسي، انه تبين ان الارضيه ملعب عندهم صلبه فكانت بتسبب اصابات، جابوا فريق على مستوى عالي جدا من خبراء الطب الرياضي وخبراء الهندسه وكده، فالمساله ان احنا الاهلي دايما يعني بيسلك مسار العلمي، او الاهلي دايما هو اللي سابق. فانا اتمنى ان حكايه الاهتمام بالعنصر الطب النفسي دي او الاخصائي النفسي مع الفريق، لان دي مساله مهمه جدا، لان الاهلي من اكبر الانديه اللي بتتعرض لضغوط، لاعبتها بتتعرض لضغوط، لان مسؤولياتها يعني في استحقاقات مطلوبه منها ومسؤوليات كبيره. فعشان كده وضحت النقطه دي، وانا خدتك في الحته النفسيه بتاعه المباراه، لكن هي راحت لحته مهمه جدا جدا في هذا الموضوع، ووضحت ان احنا محتاجين نروح لهذا الاتجاه والطب النفسي، لانه محتاجين ناخد الطاقه القصوى، ازاي اخد الطاقه القصوى من كل لاعب. برافو عليك. نروح نرجع بقى لملف سان داونز والمباراه القادمه. انا لو انا المدرب، لو انا بحط نفسي مكان فايلر والخبرات القديمه، يعني خبرات ماتشاتنا معاهم وكده، خبرات الكوره بشكل عام، شوف لا يعني لا يستحق النصر الا من يغامر، الا الشجاعه، يعني محتاجه شجاعه ومحتاجه مغامره. اي نجاح في الحياه محتاج درجه نسبه مخاطره. صحيح. يعني اي رجل اعمال مثلا شغال، او حد مستثمر او كلام من ده، لابد من هامش مغامره. طبعا. والا لو هيحط الفلوس تحت البلاطه فدي اسهل له يعني. صح. انما اللي بيغامر دايما ولا يفوز الا كل مغامر طبعا يعني. كده. انا كان عاجبني في مانويل جوزيه، وانا كتبت عنه ده اكتر من مره، من قبل ما يحقق يعني من 2006 2007، وشفته في الملعب بيعمل ايه وشفته ازاي، فقلت ان هو ده لازم يعني، ده من اعظم المدربين، لانه عنده روح مغامره. الروح دي بتنتقل بالعدوى للعيبه طبعا،
طبعا. فلما بيشوفوه مقاتل ومغامر وبيزعق وبتاع وكلام من ده بتنتقل اللعيبة، وده ثبت علميا. حركات المدرب البادي لانجوج بتاع الكوتش هو واقف بره صح، وشايفينه عنده ثقه. اللاعبون للمدرب كالابناء للاب بالظبط كده، هما بيبصوا له بره بيشوفوه عامل ازاي. لو شاف يعني كان برضو كيفن كيجان في بريطانيا كان زي كده مانويل جوزيه صحيح، يعني حامي وكده وبتاع وعنده روح، فالروح دي هي مباشره فدي بتفرق كتير جدا، وممكن بتديله ميزه نسبيه، تدي فريقك ميزه نسبيه. بس المقاطعه لان دي ملاحظه مهمه جدا، المباراه اللي فاتت للمره الاولى بتشوفه بيصرخ فايلر مره بيصرخ. الاولى بيصرخ بالظبط، محتاج منك حول هذا الموضوع وملاحظه حول هذا الموضوع. انا نفسي لاحظتها، برافو عليه. طيب نروح لجنوب افريقيا مره ثانيه مع المصري اللي بيشرف مصر في مكان مهم جدا، الكابتن خالد علي المنسق الاعلامي لفريق صن داونز. اولا بحييك وبحييك على الصوره الحضاريه اللي نقلها لنا في جنوب افريقيا عن المصريين وعن عملك هناك، وبحييك اكتر عن حاجه مهمه جدا جدا، انه الصور اللي جايه لنا وانتم مسافرين مع بعض حاجه حضاريه جدا، نقلت للشعب المصري حاجه حضاريه جدا عن صن داونز، ونقلت احنا محتاجين في مصر هذه الصوره وتكرارها، انه التنافس في الملعب. شفنا الصوره مع احمد فتحي وهو بيشوط اللاعب، لكن بعد المباراه احمد فتحي عندنا صور وهو بيحضن لاعيبه صن داونز في الطياره ورايحين، بنودي للمنافس. اولا مساء الخير استاذ خالد. اهلا وسهلا، مساء الخير يا استاذ محمد، برحب بحضرتك وبرحب بالاستاذ سعيد، اهلا بيكم. اهلا بيك، اهلا وسهلا. الرحلة وأنا عارف مراسلنا هناك فاروق صلاح قال لنا أنه أنتوا كصن داونز وموسيماني ممشيش من المطار إلا لما اطمن على كل حاجة من البعثة، ده حاجة جميلة، روح جميلة بتعكس يعني حاجة جميلة، كلمني على الحتة دي تحديدا. البداية محمد كانت من طبعا حضرتك، انا عارف انا اللوجيستكس بتاع نادي صن داونز. تمام. انا كنت عملت الذهاب والاياب الحجوزات وكل حاجه صحيح. النادي النادي الاهلي حجز بعدينا لما وصلنا القاهره بيومين، فطبعا الناس قالوا انتوا عندكم اعتراض ان النادي الاهلي يكون معاكم على الطياره، احنا قلنا لا. طب الصوره عشان انت لو ما بتشوفناش دلوقتي على الهواء عشان ننقل للساده المشاهدين، انت وليد سليمان بتنقله يعني بتدي له رقم تليفون او بتشوفه حاجه على التليفون، انا هتكملي في نفس الموضوع، لكن الصوره دي كمان كنتوا بتعملوا ايه؟ وليد صديق عزيز، طبعا حضرتك انا من زمان هنا مع منتخب مصر. طبعا طبعا كل الفرق المصريه اللي بتيجي، رامي ربيعه، ياسر، ايمن اشرف، محمد الشناوي، دايما انا مرافق للنادي الاهلي قبل ما يلعب صن داونز لما كان مع الريدز صحيح، بيلعب كل مباريات النادي الاهلي انا دايما موجود معاه، فتجمعنا صداقه لعيبه، صداقه الاخوه، وزي ما قلت انا قبل كده هم خلاص الثاني هنا. خليني نكمل لحضرتك على فضل. موضوع الطيران، فما كانش عندنا اي مشكله خالص، النادي الاهلي زي ما كنا بنقول قبل كده باسم موسيماني وفريق نادي صن داونز بيكنوا كل احترام وكل تقدير للنادي الاهلي، لما كنت بنقول كده في التصريحات على لسان باسم موسيماني كانت الناس بتقول وبتتهمنا ان احنا بننيم وبتقول النادي الاهلي الكلام ده عارف تمام من الصحه. الراجل اتكلم وقال وصرح انا قابلت النادي الاهلي في الوقت الغلط، كان يقصدها اللي حدث في مباراه السنه الماضيه مش هيحصل تاني، واكد عليه ولسه بياكد عليه. في النهايه دي رساله لكل جماهير مصر وكل الفرق المتنافسه في مصر، ان الرياضه ما هي الا رساله لتوحيد الشعوب، ان فرقه تبقى على زي ما قلتها امبارح وبنقولها تاني مع حضرتك، اول مره في التاريخ فرقتين متنافستين في نفس البطوله والنوك اوف يعني الخسران خارج واحنا خسرانين 2-0 وجايين على نفس الطياره منتهى الرقي والحضاره من الفرقتين، لما يوصل هنا فريق النادي الاهلي ويشرف بنفسه المدير الفني باسم موسيماني ويوقف لعيبته ويدي الاولويه للعيبه النادي الاهلي والجهاز الاداري والجهاز الفني بتاع النادي الاهلي،
دي ما هي الا رساله. صحيح. رساله كل الناس القائمين على الرياضه في مصر ان يا جماعه الرياضه ما هي الا روح رياضيه، كره القدم روح رياضيه. في النهايه هو فريق لازم يكسب. صحيح. فريق لازم يكسب وفريق لازم يصعد. النادي الاهلي كسب شوط في استاد القاهره. لسه في شوط ثاني في جنوب افريقيا. بالتوفيق طبعا للافضل، قلتها قبل كده، الافضل يعدي. صحيح. ما احنا هنقابل الاهلي دلوقتي، هنقابل الاهلي السنه الجايه. صحيح. الاهلي السنه اللي بعد، احنا دايما في الشامبيونز ليج والنادي الاهلي في الشامبيونز ليج. فمش هيفضل غير الروح الرياضيه والاحترام المتبادل بين الانديه. تغيير الملعب يا كابتن خالد، خد بقى الحته الفنيه لتغيير الملعب، تدريب للنادي الاهلي كان في ملعب، وانا عارف ان انت بشكل او باخر برضو نادي صن داونز هو اللي حاجز الملاعب للنادي الاهلي للتدريب، فكلمنا عن تغيير الملعب، هل فايلر اعترض على حاجه في الملعب؟ والله يا كابتن محمد، هو نادي صن داونز عمل يعني ادى للنادي الاهلي ملعبين يختار بينهم علشان يتمرن. طبعا الكابتن سمير عدلي كان وصل قبل بعثه للنادي الاهلي. واعتقد ان هو اختار ملعب كليه التكنولوجيا في بريتوريا. بالظبط. دلوقتي غيروا الملعب. تي يو تي، ملعب ثاني برضو ميسيو فايلر النهارده راح قال لهم انا عايز الملعب ده مش عايز الملعب الثاني. صحيح. نفس اللي حدث معانا في القاهره لما كنا موجودين. انا كنت بشوف الملاعب، ورونا ملعب استاد السلام وملعب بيترو سبورت، واحنا في النهايه اخترنا بيترو سبورت. صحيح. ممكن علشان اللوجيستكس وممكن علشان يعني الاختيار، او عينين البصاصين اللي عايزين يبصوا علينا بس. طيب بص يا كابتن خالد، احنا عرضنا دعابه. بص يا كابتن محمد، مفيش بصاصين ولا حاجه، انا على فكره انا ما رحتش كروتيريا خالص. لسه؟ انت مش هتروح تشجع الاهلي ولا ايه؟ انا ما رحتش. احنا النهارده انت اشتغلت، لكن تشجع الاهلي في الملعب، لكن انت اشتغلت تشتغل لصن داونز وتشجع الاهلي. ما هو انت في الملعب، لا انا ببقى قاعد بهزر طبعا. براحتي، انما في الملعب. لا، هو التصاصيل والكلام ده مش موجود هنا محمد. فريق دوت ده مجرد دعابه. هاخدك لحته تانية جوه الفرقه، انت لما بتعوز تهزر مع حارس المرمى الاوغندي للفريق صن داونز زي ما تفكروا بهدف صلاح، قول لي بقى ممكن ده مشكله دينيس اونيانجو. جميل. اونيانجو حارس جميل. لا لذيذ. ولما حصل الكوميك بتاع مصر دوت، جماهير النادي الاهلي اعترضت عليه وكده، فانا قلت له، قال لي انا ما بتنطقش بيه اي حاجه، انا صحيح دايما يعني مصر دي على طول هو موجود في مصر، هو دايما على طول كده يقول لي فرقتك دي. طب انا هخليك بقى ايه اللي هو عارف انت الدعابه اللي بيننا. ايوه اخسرهم لك يعني. طب احنا هنكسبك. انت بقى بترد تقول ايه؟ قول لي بترد تقول ايه هو معاه او مع اي لاعب؟ لو في دعابات بقى قول لي عليها، ولو في بعض اللعيبه تانية ممكن هتغلس عليهم تقول لهم ايه بعد الماتش الاولاني؟ او وتحديدا الحركه بتاعت احمد فتحي. اللعيبه يا كابتن هنا، اللعيبه دي مختلفه. اللعيبه دي عارفه يعني كل الجهاز وكل اللاعبين عارفين ان انا بشجع النادي الاهلي. كل يعني غريبه جدا ما حدش يعملها في مصر. تشجع فرقه اللي بتلعب. حتى على القليله يقول لك يعني خليك بعيد. لا، الناس دي محترفه، الناس دي عارفه يعني ايه في النادي الاهلي. لما كنا بنقول قبل كده الناس بتشجع النادي الاهلي، احنا بنشجع النادي الاهلي. صحيح. لما يطلبوا مني كلهم تيشيرتات للنادي الاهلي بعد المباراه الاولى، يبقى لا، ففي حب للناس. كل اللاعبين طلبوا منك تيشيرتات للنادي الاهلي؟ معظم اللاعبين تيشيرتات للنادي الاهلي والجهاز الاداري. تمام. قيمة النادي. طب انا محتاج منك بقى الدعابات اللي انت بتعملها مع اللعيبه، انا عارف دينيس اونيانجو. لا، هم اللعيبه انتوا لو قعدتوا مثلا 100 سنة مش هتكسبوا الاهلي مثلا، اللي هو ايه اللي هو 5-0 اللي كانوا بيتكلموا، انتوا لو قعدتوا 100 سنة مش هتكسبوا الاهلي. طب ما احنا عملناها ممكن نعملها تاني. انتوا يا جماعة انك تعملوها تاني. ايوه. دي حاجة الاهلي كان نايم. الاهلي كان مش عارف ايه كده يعني، الدعابات اللي هي اللذيذة. طب احمد فتحي لما قلب اللاعب، خد بالك احمد فتحي، انا كان معانا صوره دلوقتي وهو نفس اللاعب وهو بيحضنه في هناك، بس احمد فتحي لما قلت له ولا لسه هتقول له؟ الملعب بينا بدت. لا 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 لا، مفيش اي حاجه، ده قابلوا حضروا بعض ومع احنا معانا الصور. يا خالد، انا مش شايف، انا مش لا، ما انا عارف، ما انا بس بقول لك يعني الصوره بتتعرض دلوقتي. أوكي. اللي بعدها هو احمد فتحي جنبه لعيب صن داونز. لعيب دينيس اونيانجو، حاجه غريبه جدا، دينيس اونيانجو كان الناحيه الثانيه على نفس الكورت الموازي كان محمد الشناوي، لان الاثنين طوال فواخدين اكزيت سيت. ف
فحاجه غريبه جدا يعني، حتى تلاقي كل لعيبه لعيب لعيبه لعيب جنب بعض. واللي هنا لما يقفوا كابتن محمد والناس دي تستقبلهم الاستقبال دوت بصراحه. بعتني لك الصوره على الواتس يعني، الناس بجد محترمه. حاتم بعت لك، حاتم الشربيني بعت لك الصوره على الواتس عشان تشوفها، عشان تشوف احنا بندوس على هذه القيم. كابتن سعيد معايا كمان عشان احنا هنتكلم حول هذه الموضوع في الفقره بعد ده. احنا بندوس على هذه القيمه وبنعليها لان احنا محتاجينها في مصر قوي دلوقتي، زي ما احنا شفناها وبسطنا فيها بجنوب افريقيا. واحنا دايما بنقول على شعب جنوب افريقيا شعب متحضر. صحيح. شعب جميل يعني. احنا عندنا كابتن لما كنا بنتكلم وبنقول السنه اللي فاتت احنا لعبنا الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي لعب في النهائي، كلنا عارفين المباراه النهائيه الشهيره. كان عدونا الكروي الوداد البيضاوي. احنا بقى لنا 5 سنين بنروح نلعب الوداد البيضاوي. لما السنه دي لعبنا مع الوداد في دوري المجموعات، احنا السنه اللي فاتت خرجنا من ايدي على الفاينل، خرجنا خسرنا 2-1 وتعادلنا 0-0. لما رحنا السنه دي كان استقبال غير عادي من جماهير الولاد. كان جماهير الولاد اللي بتبقى دايما علينا استقبال كان غير عادي، كاننا بنلعب في جوهانسبرج اكتر. تعادلنا معاهم في المجموعات وكسبناهم في جنوب افريقيا، بس علاقه الود هي بقى اللي فضلت دلوقتي. صحيح. فان شاء الله برضو البيت موسيماني خبط على جماهير النادي الاهلي. صحيح. واعتقد ان هو دخل قلوب جماهير النادي الاهلي اخيرا ان شاء الله يا رب. اخيرا في سؤالين. موسيماني كان منبهر بالجماهير. موسيماني زي ما قلت قبل كده يا كابتن محمد، ولسه هو بيحب المباريات الجماهيريه. تمام. هو مدرب بيحب. اخر حاجه بيحب الكوره. خلاص وصل. اخر حاجه طبعا. انت كمشجع تتوقع النتيجه ايه؟ كمشجع واضح؟ كمشجع هتروح لضربات الجزاء. انت كمشجع ومين اللي يفوز بضربات الجزاء؟ لا مش مشجع، انا بنتكلم، انا بقول لك انا بنتكلم توقع كفني دلوقتي. طيب يعني انت تتوقعها نوصل لضربات الجزاء ومين يفوز؟ صعب قوي. الاهلي طبعا. اشكرك جدا يا كابتن خالد، شرفتنا ونورتنا. سريع عشان نروح بقى للوثيقه ونتكلم عليها بشكل انا عايز اكمل تحديدا. عايز اكمل لك بس سيناريو. يا ريت. انت يعني احنا كنا بنتكلم على فايلر عشان نفكر برضه الجماهير. انا يعني اتمنى يكون دماغه بيفكر بهذا الشكل. انت ليدنج، انت متقدم، فانت ضاغط. هم الفريق صن داونز مضغوط، هينزل تحت ضغط انه مغلوب هدفين، مطالب ان هو يكسب 3 تمام ويخش فيه اهداف. صحيح. فانت الفريق المضغوط مش الاهلي. وبالتالي لابد ان تستغل هذه الميزه. يعني كيف تستغلها؟ ما لعبش مدافع او ما موتش الجيم خالص، لان ده هيحمسهم اكتر وخش. لا اكمل ال 35 دقيقه الاخرانيه من الماتش اللي فات، ابقى نازل وفي العقليه وفي الذهنيه ان انا بكمل العب مهاجم. جاست ان انا يعني وانس ان انا هاجمت، فانا اربكت حساباتهم. اثنين المدافعين ما تهاجم المدافع بيرتبك، فهو واخد مليون تعليمه ان ما يخشش فينا جون. فمجرد ما يبقى يحصل بقى يعني هجوم وكروسات وكلام من ده، لا هيحصل فيه ارتباكات وهيحصل فيه مساخر. وهيبقى عندك انت فرصه لان انت اعصابك اهدى وانت متقدم يعني ان انت تجيب جون. جبت جون خلص الجيم هناك. حتى لو جبته في اول 5 دقايق. اليوبادي يبتدي؟ ايه؟ اليوبادي. انا رايي يبتدي. يبتدي طبعا ما فيش شك، وكان غلط ان هو مأخره. يعني غلط، يعني غلط ان هو اخره يمكن عشان الضغط اللي عليه، لان ضايع ضربه الجزاء في ماتش الزمالك. بيدي فايلر يتحمق. ايه؟ يتحمق كده ويقف، عايزه يتحمق كده ويقف. طبعا طبعا دي رساله اصلا، خلي بالك بتنتقل بالعدوى. يعني كل الحاجات النفسيه دي او كل الاشارات النفسيه دي بتنتقل بالعدوى فعلا، ممكن تخلي فريقك يعني يبقى زي الجمره. وممكن ينزل هادي، وده اللي بيعمل ده شغل المدربين ده. يعني ده سلوك بينتقل بالعدو، وده علميا سليم يعني. فأتمنى ان يكون ده اللي في ذهن فايلر، انه ينزل يهاجم من اول دقيقه. فانا برعبهم وبلخبط حساباتهم، وهيبقى في ذهن ان انا خلاص كسبان 2 فهدافع وكلام من ده، فيحصل ضغط. الفريق اللي بيدافع ما بيكسبش، بيخسر. والهجوم خير وسيله للدفاع، والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. لذلك اتمنى ان هو يغامر وينزل
من اول الجيم مهاجم ده سيناريو الماتش. وبعدين بعد جبت جون اهدي بقى بعد كده وامتص والعب لعبي وهدي الايقاع. يعني هم حابوا متحمسين قدر امكان هدي الايقاع، اللي يعرف يهدي الايقاع برضه يعني قفشه. بس درجه تركيزه احنا ما نعرفهاش، يعني 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 اهليته للماتش ده او جاهزيته الذهنيه مش مش يعني مش الفنيه الماتش ده، هل هو جاهز ولا لا؟ اتمنى انه يكون جاهز. طيب السؤال الاهم في هذا الموضوع، متطلباتنا في المباراه ممكن تخلي شكلنا يظهر اكننا متوترين، ومتطلباتنا في مباراه اخرى تخلي شكلنا كويس. بمعنى انه في المباراه الاولى انا مطلوب مني ان انا هاجم واجيب اجوان فبالتالي شكلي متسرع، انا في المباراه الثانيه انا محتاج بس احافظ فواقف فيبقى شكلي كويس قوي. هل هذا صحيح؟ لا لا، انا بقى يعني التجربه او الخبره. انت اتفرجت على ماتش ريال مدريد وبرشلونه الاكيد. شفت الكفاح الاخر دقيقه مش زي الاخير، حتى يعني حتى الدقيقه الاخيره وبقى يعني في استموات على الكوره، وبعدين الفرقتين بيلعبوا تقريبا بنفس طريقه ضغط جامد جدا على اللي معاكم، يعني مفيش حد بيستلم الكره ويمشي ثلاث اربع خطوات الا ما يلاقي حواليه ثلاثه، ففي ضغط الاثنين ضاغطين على بعض، ده عايز قدر عالي جدا من التركيز، لان انت بتلعب اللعيب بتوصل له الكره في مساحه ضيقه فلازم يتصرف، لازم يكون واخد قراره. كان زمان كابتن مصطفى حسين الله يرحمه كنا بنلعب تحت 18 سنه في الاشبال، يعني كان يقول لنا يعني اول درس ما تاخدش قرار لما تجي لك كوره، فكر حتى لو الكوره بعيد عنك ب 40 يارده ان الكوره هتجي لك دلوقتي، فخد قرارك قبل ما تجي لك الكوره. فلما تجي لك الكوره خلاص انت عارف رايحه فين، يا اما يمين شمال هتباصي فانت تخيل بقى انت الناس دي بتلعب في مساحه 2 3 متر ولازم ياخد قرار وتك تك 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 تك، فانت في ضغط جامد. الفريق اللي بيضغط بيكسب. فانا اتمنى الاهلي هو اللي يضغط، يعني اتمنى الاهلي يبقى ضاغط، لان انت بتضغط فبتربك خصمك بتربك الدفاع. اثنين، في برضه ملاحظه مهمه جدا ان الجونين اللي جابهم ريال مدريد في منطقه كده مش المنطقه العاميه، في يعني في ثغره دايما بين السنتر هاف باك وبين اللاعب الارتكاز تمام في الناحيتين. الجونين جم من المنطقه دي، الجون الاولاني ناحيه الشمال والناحيه في الثغره دي صحيح. والجون برضه بتاع اجاييه بتاع علي معلول الاولاني جه بنفس الشكل صحيح، واخد بالك بالثغره دي، لان دي المساحه كبيره فتغطيتها عايزه خبره عاليه قوي وعايزه تفاهم بين لعيب الارتكاز والمساك، واخد بالك. فانت عندك دي ممكن تحل لك مشاكل كتير، بس هي عايزه دايما درجه تركيز عاليه. وزيدان هو كان منزل هذا اللاعب اللي جاب الجون الثاني مش متذكر اسمه، هو قال له على الحته دي تحديدا، قال له على دي بالظبط تحديدا وشاور له عليها ونزل وعملها من اول لعبه وجاب من جون. اول لعبه وبعدين هو كمان الواد يعني تالنتد يعني يعني ليه؟ لانه الجون لما طلع جون برشلونه لما طلع قفلوا الزاويه البعيده برجاوي ريال مدريد وناسي اسم اللاعب، ما تفكرنا يا برجاوي. طيب القهوه بردت؟ قفلوا ممكن تاخد قهوه على قفلوا الزاويه الكبيره، يعني الجون طالع صح اللي جاب الجون الثاني يا برجاوي في الماتش ريال مدريد قفلوا الزاويه قفلوا دياز دياز ايوه بالظبط قفلوا الزاويه الجون طالع صح وقافل صح وخد السنه الصغيره سايب حته صغيره قوي على شماله لانه مستبعد خالص ان هو اللاعب ده خرم ابره يعني صح. يعني تقريبا خرم ابره ملاحظه مهمه جدا بس جدا هنا يعني. هنا بقى الحرفنه العاليه جدا صحيح. يعني عمل كده المهاجم عمل كده بجسمه وحطها من جنب ايده الشمال وهو بيرمي نفسه يعني هو لسه بيتحرك على رجله السابقه. اخيرا توقعاتك ايه للمباراه القادمه؟ بكره السبت ان شاء الله. لا انا بتوقع ان احنا ان احنا ان شاء الله هنكسب. هنكسب لو السيناريو اللي انا اللي في ذهني لو نزلت عشان تدافع عشان تحافظ على الجونين يعني مش عايزه يعني ما اتمناش ان ده يحصل. نزلت بشخصيتك وانت مؤهل لده هتكسب، هنكسب ان شاء الله ونطلع يعني نرجع من هنا كسبانين، ودي مش اول مره. احنا قبل كده هناك اتعادلنا مرتين 2-2 في 2007 في السيمي فاينال وكسبناهم هنا 2-0 ووصلنا للنهائي 2007 انت فاكر وقبل كده 1-1 بالجول كل اللي النتائج مع سان داونز بلا استثناء تفوق للنادي الاهلي ما عدا المباراه السابقه
لا هي بقى الماتش الماتش ده استثنائي في صحيح. أنا حتى استثنائي في النتيجه هي النتيجه الوحيده طبعا ممكن تشرب مش معبر ما يعبرش عبر اشكرك جدا اشرب طيب محمد. قفلنا صن داونز لان احنا خلاص ما عادش تقريبا 10 دقائق. هكلمكم على حاجه كاهلاويه عشان تكونوا فخورين بالنادي الاهلي. ليك فخور وانت بتتفرج على الفقره الاخيره دي، ليك فخور وانت بتعرف ان النادي الاهلي جرى فيه اول اجتماع للجنه الاولمبيه المصريه. بيختصنا طبعا استاذنا الاستاذ سعيد بوثيقتين هامتين للرياضه المصريه. اللجنه الاولمبيه المصريه يعني حاجه ممكن تشرب قهوه لغايه لما اخلص مع الناس عشان بس اللجنه الاولمبيه المصريه دي حاجه عظيمه، والرياضه الاولمبيه حاجه هي الاعظم في تاريخ الرياضات. اول وثيقه قدامكم دي لجلسه تكوين اللجنه الاولمبيه المصريه والتي انعقدت في النادي الاهلي بتاريخ 11 مايو سنه 1934. اتكلم على تاريخ كبير جدا في دول كونت بعد هذا التاريخ بعشرات السنوات. النادي الاهلي جرى فيه هذا الاجتماع الهام جدا لانعقاد اللجنه الاولمبيه. باختصار للي قدامكم ده عشان وانتم بتقروه يعني، انه تنفيذا للفقره الخامسه من الماده 11 من قانون اللجنه الاهليه للرياضه البدنيه وعملا بالماده 15. احنا بنتكلم على لوائح وقوانين من سنه الثلاثينات والعشرينات لتاريخ الرياضه المصريه. الفخر والعزه ليكم كاهلاويه انه يجري هذا الاجتماع في النادي الاهلي في الجزيره. هسيب بقى الاستاذ سعيد يتكلم وانتوا بتقروا بتشوفوا هذه الوثيقه والوثيقه الاخرى للمحضر الاجتماع لهذه الوثيقه اللي بينفرد بيها قناه الاهلي وللاهلاويه عشان تعزوا تحسوا بالعزه والفخر. استاذ سعيد. لا هو انا بس عايز يعني اصحح برضو حاجه صغيره. صح يا فندم. هو الاهل مصر من اوائل الدول اللي شاركت في الحركه الاولمبيه العالميه. صحيح. 1910 انا ما قلتش كده عشان تبقى غلط. لا لا معلش بس عشان بس الناس ما تفتكرش ان ده اول اجتماع، لان هو 1910 تاسيس اللجنه الاولمبيه المصريه. تمام. واخد بالك؟ تمام. وكان برئاسه الامير عمر طوسون. صحيح. وكان معاه بولاناكي اليوناني مصري يوناني وهو اللي تقريبا عمل كل الترتيبات. في المناخ ده 1934 كان وقبليها بسنوات كان بعد ثورة 1919 الحركة الوطنية اشتعلت ضد الاحتلال البريطاني وكان في مناداة دايما بتمصير كل شيء. يعني زي مثلا بنك مصر اللي اتعمل عامله طلعت حرب وكده. فعمل الاتحادات الرياضية أو الرياضة ما كانتش ممصرة يعني كانت أجانب. حتى اللجنة الأولمبية المصرية كان مقرها في اسكندرية وكان السكرتير العام اللي هو اللي بيديرها الدنيا وبتاعها اللي هو كان بولاناكي، وكان عمر طوسون الامير عمر طوسون كان واجهه يعني حقيقه، وكان هو عشان بيصرف وكده. انما كان معظمهم انجليز بريطانيين وفرنسيين ويونانيين وجريك وحاجات زي كده. وده كان شأن ده كان في الاتحادات. اول حاجه اتعملت جعفر والي باشا رئيس النادي الاهلي لما اسس اتحاد الكوره 1900 دعا لتأسيس اتحاد الكرة المصري. جعفر والي باشا رئيس النادي الأهلي أسس اتحاد الكرة المصري مع نادي كان أيامها المختلط ونادي السكة الحديد ونادي الاتحاد السكندري. يعني جمع دول وعمل اتحاد موازي للاتحاد كان موجود كان اسمه اتحاد المختلط، كان برأسه بولاناكي اتحاد الأندية المختلط. بعد سنة 1928 المختلط هو نادي الزمالك حاليا. الزمالك حاليا يعني. بعد 1928 مصر اشتركت في دورة امستردام الأولمبية. وأول مرة نحقق نتائج، يعني أول دورة نحقق فيها نتائج كبيرة جدا. اثنين ذهب واثنين فضة، اثنين فضة واحدة برونز. تمام. واللي هي الدورة اللي عملت اسم السيد نصير وعملت اسم مصر في رفع الاثقال والمصارعه وكده. يعني واحده كان واحده سيد نصير رفع اثقال مصارعه ابراهيم مصطفى. المهم الشاهد يعني في الوقت ده كان في الحركه الوطنيه مشتعله وكان الشعور الوطني كان كبير وكان عمليه التمصير دي مساله صحيح. مهمه. فبعد هذه الدوره دعا قد حمله توقيعات وقدم عريضه للملك فؤاد عشان
تمصير اللجنه الاولمبيه المصريه تمصيرها، لان كان وطلب في الوثيقه دي ان يتشال بولاناكي، وده واحد من اهم مؤسسين الرياضه المصريه. طيب. وده المواقف الملتبسه يعني. ان يتشال بولاناكي ويجي حد مصري عضو في اللجنه الاولمبيه الدوليه. بولاناكي ده كان عضو في اللجنه الاولمبيه الدوليه من 1910. فسيد نصير عمل لوبي يعني وكده، وكان في ناس بتدعمه عشان الحركه الوطنيه وكده. المهم ومصر هددت ان احنا ان مش هتشارك في اولمبياد لوس انجلوس 1932 لو ما اتغيرش بولاناكي، ما اختاروش واحد مصري مكان بولاناكي، ما اختاروش، فمصر ما اشتركتش. فده كان ضربه كبيره جدا للدوره الاولمبيه، لان مصر كان بدات اربع واخدين اثنين ذهب واثنين فضه وكده، بطل وقتها بطل الابطال الاولمبيات. فبداوا يستجيبوا لمصر سنه 1934 في بداياتها، صحيح، وغيروا بولاناكي، شالوه من مصر من عضويته في مصر وخلوه عن شرق اوروبا، وجابوا بداله ورشحوا مكانه محمد طاهر باشا الاهلاوي يبقى مكانه في اللجنه الاولمبيه الدوليه. وهو ده كان واحد من اهم الناس المهمين جدا في اللجنه الاولمبيه الدوليه، كان نائب رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه عن برضه يعني شرق غرب اوروبا وعن مصر طبعا. بس لما قامت الثوره هو راح عاش في لوزان في سويسرا، وتلك قصه اخرى يعني. المهم اهميه الاجتماع ده بقى ايه؟ 1934 تمام، اول اجتماع للجنه الاولمبيه المصريه بعد تمصيرها، يعني بمعنى ايه؟ تشكيل اللجنه تم في النادي الاهلي، خروج الاجانب مظبوط كده؟ تشكيل في النادي الاهلي، النادي الاهلي دعا لتشكيل لجنه اولمبيه مصريه يعني خالصه. اثنين الاجتماع تم في النادي الاهلي، فجت في المناخ ده لان الاهلي كان رمز الوطنيه، صحيح، واخد بالك، مش مصادفه اطلاقا يعني. الاجتماع يتم في النادي الاهلي والاتحاد السجيب، اول اجتماع تمصير بعد التمصير او عمليه التمصير نفسها تمت في النادي الاهلي، يعتبر الاجتماع هذا ده الاجتماع تمت في الاجتماع ده وعقد اول اجتماع. وبعد الاجتماع قالوا هنروح بقى قصر عابدين عشان نوقع في التشريفات هناك، هتلاقي في الاخر عشان يعني يوقعوا في هناك في التشريفات ان احنا اللجنه الاولمبيه الجديده وكده. ده ليه دلالات رمزيه كتيره جدا ان الاهلي من زمان جدا هو يعني حامل الهم الوطني للرياضه المصريه، وهو المبادر دايما بتاسيس الاتحادات، هو المبادر دايما بدعم اللجنه الاولمبيه المصريه. يعني هو القاطره اللي بتجر الرياضه وبتجرها على قاعده من المبادئ، مبادئ الروح الرياضيه اللي احنا عارفينها، مبادئ الاخلاقيه، مبادئ التربويه. فده من هنا دي قصه الوثيقه. شكلوا اللجنه برئاسه الامير محمد عبد المنعم، وفي بقى اثنين باشوات او ثلاث باشوات معاهم، صحيح، ده في محضر الاجتماع. وبعدين قعدت اللجنه دي اربع سنين، جه بعديها محمد طاهر باشا رئيس للجنه، قعد رئيس اللجنه لغايه سنه 1954، صحيح، بعد الثوره حصل بقى التغيير وتلك قصته. دي قصه الوثيقه. القصه دي ممكن تتكلم على يعني الوثيقه دي تفتح لك يعني محاور لكلام كتير جدا، صحيح. الحاله الرياضيه كان شكلها ايه؟ الحاله الوطنيه كان شكلها ايه؟ 1934 كان شكلها ايه؟ دور الاهلي دايما يعني في القياده، او دور الاهلي دايما في عمليه تمصير النادي الاهلي، قاد العمليه دي في الاتحادات، في تمصير الاتحادات برضه، وحارب رفض ان هو يشترك في المسابقات اللي فيها دايما انديه يعني غير مصريه، وكان مبادر بتاسيس اتحاد مصر لكره القدم ما فيهوش انديه اجنبيه. يعني كان في الجيش البريطاني مثلا، كان ليه فرقتين ثلاثه بتلعب في الدوري اللي بدا قبل الدوري، يعني في الدوري الانديه، اسم دوري المختلط او بطوله المختلط او حاجه زي كده. وبعدين يعني في ماتش مثلا، ماتشات الاهلي كسب فريق البريطاني اللي اقوى فريق في مصر كان بيمثل الجيش البريطاني 2-1 في نهائي كاس السلطان حسين، والماتش اتلعب على ملعب العباسيه، وده كان اكبر ملعب في مصر. خرجت مظاهره من ملعب العباسيه
لغايه مقر النادي الاهلي بالجزيره، لكن هم ماشيين بقى راحوا سكنات الجيش البريطاني. لان الفوز ده ليه دلاله سياسيه او دلاله وطنيه، وكان يوم يعني اللي بيقرا التاريخ وكده ويقرا الجرايد في الوقت ده يوم من الايام الوطنيه الجميله جدا، الناس كلها الجمهور الكوره كله ماشي يهتف مصر والاستقلال وبتاع، وكان دعاوى للاستقلال ايامها. يعني ده كان الشعار الوطني الكبير، استقلال التام او الموت الزؤام وبتاع، اللي هي شعارات ثوره 19. فخرجت اكبر مظاهره شهدتها القاهره في تلك الايام من بعد ثوره 19 من الجمهور اللي شاف الماتش ده حوالي 15,000 أو 20,000 متفرج من العباسيه لغايه النادي الاهلي بالجزيره، لكن وقفوا بقى كتير بقى عند سكنات الجيش البريطاني في قصر النيل. وتلك قصه اخرى. وانا بسمع هذه انا ما حبيتش اقطعك خالص، لانه هذه الكلمات اللي انت قلتها تشعرني بالفخر، تشعرني بالعزه، وزي ما قلت في بدايه الفقره انه يعني هذا الاجتماع ايضا يعتبر كما هو اجتماع رياضي فهو اجتماع وطني طبعا. واجتماع لبدايه تمصير ونهضه الرياضه المصريه وقتها. صحيح نحن في منعطف خطير في الرياضة المصرية هذه، وغياب الروح الرياضية وغياب حاجات كتيرة جدا محتاجين نصلحها، ولازم نحط النقط على الحروف فيها عشان نصلح. أنا في النهاية يعني عايز منك 30 ثانية أو دقيقة، لماذا غابت الروح الرياضية ونحن كنا نتكلم عن تاريخنا بمنتهى الفخر والعزة ومنتهى أن الرياضة هي اللي بتقودنا إلى تمصير وإنهاء الاحتلال، الآن الرياضة هي محتلة من التعصب؟ لأننا بعدنا عن يعني بعدنا عن قيم الرياضة، قيم الروح الرياضية، القيم الأولمبية. أنت الرياضة القيم دي ما هياش مجرد في ملعب أن أنت بتسلم على خصمك وكلام من ده، لا ده أنت بتكرس السلوك وبقت قيم تربوية ودخلت في مناهج التربية، مناهج الاجتماعية، مناهج علم النفس، أن الرياضة بقت شيء أساسي في تكوين الإنسان الصح او الانسان الجيد او الانسان القوي. فانت غاب عنك كل ده، فبالتالي انت ناسي ان يعني الناس مش متصوره ان هي بس ماتشات كوره وغالب مغلوب وحي وكلام من ده، لا انت قيم الرياضه لما بتتعمل انت بتحارب الارهاب، انت بتصنع مواطن سليم نفسيا وسليم صحيا. انت يعني القيم الرياضه هي معناها ايه؟ معناها التسامح السياسي، التسامح الاجتماعي، التسامح الديني. صحيح دي قيم الرياضه اللي بتعلم الحقيقية. القيم دي هي دي القيم الحقيقيه بتاعت الرياضه هي مش الفوز والهزيمه. لا لا لانه لازم نحط حاجه برضو اخيره وانا هزود على دي تحديدا، الرياضه وكره القدم او اي حاجه فريق من حاجتين متنافستين زمان مع بدايه البشريه كان دايما الفكره قائمه على الحروب والانتصار على الاخر، فخلقت الرياضة عشان تفرغ الكبت عند الشعوب. فإذا كانت الرياضة هي من تصنع التعصب والكبت والغل فإذا الرياضة ليس لها أي داعي. لا احنا خرجنا عن يعني صح. احنا الحقيقة الرياضة خرجت عن المسار الحقيقي، يعني خرجت على التراك زي ما يكون قطر كده خرج عن التراك وماشي بقى هيرتكب كوارث. صحيح. احنا مجتمع مش الرياضة بس، طبعا مؤسسات رياضة يعني منوطة بده. صحيح. اتحاد الكورة، اللجنة الأولمبية المصرية كده، بس مش هو ده بس، ده دور مجتمع كامل جدا لابد أن يدعم من قبل الدولة ومن قبل يعني الدوله الممثله في وزاره الشباب. صحيح. والرياضه ان هي دي القيمه الاساسيه للرياضه. صحيح. اللي انت بخلق مواطن صالح، ده اللي في ساعه الحرب يحارب. صحيح. عشان يموت عشان. صحيح. وفي نفس الوقت ده اللي يواجه الارهاب ويحارب حتى ويحارب داخليا ويحارب يواجه الارهاب ويحارب الارهاب وكده، وبعدين عنده قدر من التسامح السياسي، يعني ما يبقاش فيه عداء. صحيح. للاخر. صحيح. وتقبل الاخر، تقبل الاخر، التسامح الاجتماعي اللي انا هقوله لك، تقبل الاخر لما يكون في واحد منافس ليه واحسن منه فوق يعترف به. وتلك قصه أخرى. شكرك جدا استاذ ادهم، يعني استمتعت بيك واستمتعت بكل الحوارات في داخل الحلقه. شكرك جدا محمد. انا شاكر جدا محمد. شكرك. كنا معاكم على مدار 3 ساعات استعرضنا كل التفاصيل انا وزميلي محمد سعيد. محمد سعيد راح لجنوب افريقيا واحنا رحنا بعد ربع ساعه من دلوقتي في يعني لسه الوجبه الدسمه مكمله مع زميلي العزيز محمد الجندي وفي ضيافته الاعلامي محمد علي خير.
أما أنا كده دوري انتهى، وقتي انتهى، أستودعكم دائما في أمان الله.